السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله اليوم غادي نوريكم واحد التمرين اللي هو واعر واعر بزاف. التمرين هذا يعني بصراحة يعني تمرين اللي غادي يهنيكم من جميع المشاكل ديال العضلات ديال البطن والدهون. التمرين هذا كيدوب الشحمه ديال الكرش وديال البطن يعني بواحد السرعه الرهيبه. والتمرين هذا يعني انتم غادي تشوفوا التمرين كيفاش داير. يعني دابا انا كنوصل لكم، يقدر يبقى يبان لكم باللي يعني الوصف يعني ديالو يعني مبالغ فيه، يعني ما غادي تشوفوا التمرين غادي يبان لكم بلي الهضره اللي كنقول لكم راه بصح. يعني التمرين هذا يعني واحد التمرين اللي يعني هو مركب وفيه يعني واحد الطريقه ديال الخدمه اللي كتخدم الكرش، سواء الكرش التحتانيه، البطن السفليه او البطن العلويه او يعني الجوانب، بواحد الطريقه اللي رهيبه رهيبه جدا. التمرين هذا يعني غادي يهنيكم كيف ما تنقول لكم يعني مقاع الدهون اللي كاين في الكرش، واللي كاين ربما يعني حتى مناطق واحده اخرى، واللي كيستهدف يعني المنطقه ديال البطن بصفه يعني خاصه. ان شاء الله الى يعني درتوا هذا التمرين بالطريقه اللي غادي نقول لكم والتزمتوا يعني بالطريقه حرفيا، يعني كيف ما وريتها لكم درتوها لمده ديال اسبوع، يعني يوميا غتخدموه لمده ديال اسبوع، كونوا على يقين النتائج غادي تكون جد جد خرافيه، والنتائج غادي تعجبكم ديال بصح. يعني التمرين انا شخصيا بصراحه يعني عجبني بزاف، وقسما بالله الا تمرين واعر. انا شي منها تجربوه، يعني انا دابا كنقول لكم عليه، ومنين غادي تجربوه راكم على يقين غادي تشكروني وغادي ترحموني بزاف، لحقاش النتائج ديالو غادي تكون واعره وغادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. وقبل من قبل من يعني من من نوريكم التمرين ونوريكم الطريقه ديال كيفاش ديروا له، ضروري الله يسهل عليكم جيبوا ورقه وستيلو، حاول توزن راسك وقيد الوزن ديالك دابا قبل ما غادي تبدا التمرين، يعني باش تلاحظ الفرق، وغيكون فرق كبير. ولكن انا ما نكرهش ان كل واحد يقيد الوزن ديالو دابا، باش منين يدوز هذا الاسبوع هذا ويدير التمرين يوميا يقيد عاوتاني الوزن ديالو ويصيفطوا ليا. يعني الا صيفطتي الوزن ديالك قبل ومن بعد ووريتيني النتيجه والفرق اللي غتوصل له، يعني غيكون محفز لا ليا ولا بالنسبه للناس اللي غادي يشوفوا هذه القضيه. المهم جيب ورقه وستيلو، قيد الوزن ديالك اليوم شحال فيك قبل ما تبدا التمرين. لما تبدا حتى تقيد الوزن ديالك، باش من دابا سيمانه غتقيد لنا الوزن ديالك شحال ولا فيك. يعني ان شاء الله راه غيكون واحد الفرق اللي راه ربما اللي قلتيها شي واحد راه ما غاديش يتيق، فهمنا. المهم هذه نقطه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ميزان، حاول ما امكن ولو تجيب غير شي متر شي سنتيم وتعبر البطن ديالك، تعبر المحيط ديال البطن ديالك، وعقل على ذاك القياس وقيده كذلك. ما عندكش ما كانش سنتيم ماشي مشكل، جيب غير شي خيط قديم، شي سير ديال شي سبات طويل ولا شي حاجه، ولا كورده ولا اللي كان، وعبر لنا يعني المحيط ديال البطن ديالك، وعقد واحد العقده في ديك البلاصه باش يبان لك الفرق. انا كنفضل الا كان عندك يعني واحد المتر، تفهمنا، فيه سنتيمترات باش تعرف بالضبط الرقم قبل والرقم بعد، او لا ميزان باش يكون يعني داك الشيء باين. ما كانش في حاله يعني اخر محاوله ما كاينش، ديرنا غير خيط او لا سير او لا شي حاجه وعبر به. شوف بالنسبه للناس اللي غيديروا هذا التمرين، كون على يقين توصل النتائج، ولا ما وصلتش النتائج انا كنتحمل المسؤوليه ديال هذه الهضره اللي كنقول. شي هذه السيمانه هذه دير العبار ديالك والتزم بالقواعد اللي غنعطيك والطريقه اللي غنعطيك كيفاش تخدم هذا التمرين، ومنين تكمل السيمانه ما وصلتش النتائج انا كنتحمل المسؤوليه، وانا غادي ناخذ على العاتق ديالي واحد الوعد انا وعدكم به. شنو هو هذا الوعد؟ انني اي واحد ما وصلش النتيجه اللي باغي والنتيجه اللي غادي ترضيه من بعد ما يدير هذا التمرين لمده ديال سيمانه، انا نتكلف شخصيا بالتدريب ديالو حتى يوصل للمستوى اللي بغى، تفهمنا، بدون مقابل مجانا فابور. انا ندربه، انا شخصيا ندربه حتى يوصل للمستوى اللي هو باغي واللي غادي يرضيه، تفهمنا. الا كان هنا في وسط هذه المدينه، ما كانش في هذه المدينه نخدم معاه يعني في فيديو مباشر انا وياه، وندربه يوميا نخدم معاه حتى يوصل للمستوى اللي راه تيطمح له. هذا وعد مني، انا كنلتزم بهذا الوعد اللي كنوعدكم به، واخا انا راني عارف باللي يعني شوف كون على يقين غادي توصل لذاك المستوى اللي انت باغي، وعارف حتى شي واحد ما غايقول لي من بعد ما غيكمل هذه السيمانه. انا كنهضر على الناس اللي التزموا بالطريقه اللي قلت لهم يوميا، ماشي شي واحد يكون كيتري نهاريا نهار لا، ولا كي يعني كيخل ذاك النظام اللي عطيتو يتبع في التدريب ما كيديروش هو هذاك، ويقول لي لا راه ما وصلتش النتائج. قبل ما نوريكم يعني هذا التمرين هذا، راه شوف هو تمرين واحد، راه ما كاينش بزاف ديال التمارين والمده ديالو ما قصيرهش، هو تمرين واحد. قبل ما نوريكم الطريقه كيفاش ديروه، ما تنساوش يعني ديروا لي لايك لي لايك لي لايك، وما تنساوش بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل هذا الفيديو لبزاف ديال الناس ويستافدوا منه. ولا كنتي اول مره كتابع الفيديوهات ديالي، كنتمنى انك تشترك عندي في القناه. ونقطه واحده اخرى باش ما ننساش، يعني هذا التمرين هذا اللي تبغي ديرو، الا بغيتي انك يعني تزيد تعاون هذا التمرين ده باش توصل لواحد النتائج كبيره،
تفهمنا، حاول ما امكن انك شوف يوميا حاول تشرب واحد الكميه ديال الماء، تفهمنا ولا تفهمنا، الكميه ديال الماء مهمه اللي غادي تعاونك على عمليه الحرق. شوف هو التمرين بوحدو غيوصلك نتائج واعره، ولكن الا شربتي الماء مزيان مزيان في هذه المده هذه وشربتي الماء بكميات كبيره، كن على يقين ان النتيجه غتكون احسن واحسن واحسن بزاف، لحقاش الماء الا شربتي الماء بزاف راه غيعاونك بزاف على عمليه الحرق وعمليه ديال الاذابه ديال الدهون. حاول ما امكن على الاقل تشرب يترو ديال الماء في النار حتى 5 يترو، قد ما زدتي الكميه ضربتي يترو مزيان، شربتي جوج يترو غيكون احسن، شربتي ثلاثه غيكون احسن بكثير، قد ما شربتي كميه اكثر غادي تكون مزيانه. غير هو ما نقبضش يترو ديال الماء ونهبط عليها هبطه وحده نشربو كامل، لا حاول تقسمو على اليوم الجرعات، كل شويه تفكرتي غادي تمشي تشرب كاس الماء، تفكرتي تشرب كاس الماء، اولا عمر التليفون ديالك من ساعه لساعه ديال المكانه، سير شرب كاس ديال الماء. يعني هذه العمليه غادي تعاوننا بزاف باش تكون النتائج يعني جد 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 مرضي. المهم ما نطولش عليكم، غادي ندوزو للتمرين، غادي تشوفوا التمرين اللي غادي نخدم. انا غادي ندير التمرين، هذا التمرين هذا قبل ما نوريكم كيفاش داير نقول لكم طريقه الخدمه ديال التمرين كيفاش داير. هذا التمرين خصك ديرو يوميا ياك، كل نهار ديرو مره واحده، ما غاديش ديرو بزاف المرات، مره واحده يوميا، ولكن اول شرط انك ديرو يعني على واحد الكرش اللي تكون خاويه، ما تكونش كرشك عامره بالماكله، ماشي من مور الماكله. حاول ما امكن مثلا بغيتي ديرو الصباح ديرو قبل ما تفطر، اولا بغيتي ديرو مثلا مع الظهر ديرو قبل ما تتغدى، اولا في الليل قبل ما تتعشى، تفهمنا؟ اولا كنتي ما كتعشاش غيكون من الافضل انك تكون ما كتعشاش وغديرو في الليل قبل ما تنعس، تفهمنا؟ هاد التمرين هذا نقطه اخرى انك خصك ديرو ثلاثه ديال المجموعات، ديرو ثلاثه د المرات، فهمنا؟ يعني مثلا عوال انت مثلا غادي ديرو يوميا الصباح قبل ما تفطر غديرو، يعني قبل ما تفطر يوميا غديرو ثلاثه ديال التكرارات، غدير المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه. بالنسبه لشحال غادي دير في كل مجموعه، يعني قدرتي دير منه 10 مزيان، قدرتي دير منه 20 غيكون احسن، قدرتي دير 30 غيكون احسن. غير هو درت في المجموعه الاولى 20 غندير في الثانيه 20 ونحاول ندير في الثالثه هي 20. وهذيك المجموعات اللي درت حاول تقيدهم، الا درتي 20 قيد بلي راك كدير 20 في كل مجموعه، وحاول ما امكن انك لا غد ليه تبذل المجهود انك ديرها مثلا 25 او 30 او 40. المهم حاول تطور راسك في هذا الاسبوع، تبرك على راسك، توصل راسك لاقصى حد ممكن توصل له يعني في التمرين وفي الشده ديال التمرين اللي راك غادي دير. التمرين انتم كيف ما غادي تشوفوا هو راه تمرين مركب، فيه يعني مجموعه ديال الحركات في وسط التمرين واحد، كنستهدفوا به المناطق كما قلت لكم ديال العضلات ديال البطن السفليه، العضلات ديال البطن الجانبيه، العضلات ديال البطن المستقيمه. يعني التمرين كيخدم لك لي زابدو يعني من اي ناحيه، يعني بواحد الطريقه اللي هي يعني راه خرافيه لواحد الدرجه كبيره. ما نطولش عليكم، يلا تشوفوا التمرين. وغادي دابا نوريكم ان شاء الله الحركه، واني قبل ما نوريكم هذه الحركه هذه كنتمنى ان الحركه حاول تخدمش بالوقت، من دير 20 ثانيه ديال الكرون في التليفون، دير 20 ثانيه كل مجموعه ديال 20 ثانيه 20 ثانيه 20 ثانيه، وغدا في كذلك غادي دير 20 ثانيه 20 ثانيه. لا حاول تخدم بالحساب 1 2 3 4 5 حتى 20 او 30 حسب الشيء اللي بغيتي تخدم. علاش؟ الواحد السبب وشنو هو السبب؟ السبب هو ان الا درتي في الكرون درتي 20 ثانيه اليوم قدرت تكون الضربه البدنيه ديالك مزيانه، وغادي مثلا 20 ثانيه ونخدم بها بسرعه بزاف ونخدم 20 حركه، تفهمنا؟ غدا يقدر يكون المستوى ديالي والضربه البدنيه ناقصه وغنبقى نخدم شويه، وغتسالى 20 ثانيه وغنبقى نصيب هذه 15 حركه، وما غنغطش الباب اللي راه طيح النيفو وما غاتكونش النتائج بالشكل اللي انا كنطمح لهم. حاول ما يمكن تحسب بالحساب، هي 20 اضرب 20 سواء درتي 20 ثانيه ولا 30 ثانيه، مش المشكل انا متكمل لنا 20 حركه اللي راك ملتزم انك غديرها. الا درتي 20 حركه اليوم في كل مجموعه قيد راك ما درتي ثلاث مجموعات كل مجموعه فيها 20 حركه، لا غدا حاول على الاقل دير 25 حتى 25 او 30 30 ولا بغيتي دير 40 40 غيكون افضل، باش في الاخر ديال الاسبوع تكون وصلتي لواحد المستوى اللي غيكون عالي، وبالتالي غادي تلقى واحد النتائج اللي هي نتائج خرافيه. كنتمنى ان هذه المعلومات اللي تلتزموا بها حرفيا باش تكون مثل الشكل اللي حنا كنطمحوا ليه، وغادي نوريكم الحركه اللي غنخدموا. غنحاول هنا نزل ظهري، هنا نتابع نزل ظهري، ما غنحطش راسي، نحاول نهز راسي شويه، ملي كنهز راسي هنا كنركز على العضلات ديال البطن العلويه هنا صافي، مجرد ما انني هاز راسي بشويه كتابي راه كنزيد العضلات ديال البطن العلويه، كنحط يدي في الارض صافي، هذه هي الحركه، كنحط يدي في الارض، كنهز رجلي هنا من الارض، كنطلع ان واحد الفوق ونحل هنا دو ان دو. بالنسبه كما قلت لكم كنهز هنا ظهري كنبرك على العضلات ديال البطن العلوي، مجرد ما كنهز رجلي هنا كنخدم العضلات البطن السفليه،
منين كنهبط كندير على جانب كنخدم العضلات ديال البطن الجانبي، يعني هذا تمرين مركب، يعني ثلاثه ديال الحركات في نفس الوقت، يعني غتخدم الكرش كامله الى درتي التمرين غتحس بالخدمه. هو على حسب ما غنحسب هنا، مثلا واحد جوج بلا غنحسب لهنا واحد تمرين كامل عاود عاود جوج ثلاثة أربعة شي التمرين، يعني واحد التمرين اللي يعني كيتصف بواحد الشدة اللي هي شدة عالية، ولو تكون رياضي ولو تكون شنو غيكون المستوى ديال هذا التمرين، يعني تمرين قاصح حرفيا بصح، والنتائج ديالو هي راه خرافية. كنتمنى أنكم ديروه بالشكل اللي وريتكم، تركزوا على أي نقطة هضرت فيها في هذا الفيديو تركزوا عليها وتخدموا بالشكل اللي وريتكم، إن شاء الله غتكون نتائج جد مرضية. ما تنساوش تدعمونا بلي لايك لي لايك ولي كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع أصدقائكم. تهلاو فراسكم.